قبل مباراة الغد إن شاء الله هيكون معايا عبر زوم الآن روي أجواش، المدير الفني السابق لمنتخب كاب فيردي والمدرب المساعد السابق بجهاز البرتغالي جوزفالدو فيريرا في نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا، شكرا جزيلا لك. بالتأكيد ده سؤالي الأول ليك، يخص مباراة الغد بين منتخب مصر ومنتخب كاب فيردي، كيف ترى هذه المواجهة على ضوء ما قدمه كاب فيردي في البطولة حتى الآن، وبنفس الأمر منتخبنا الوطني المنتخب المصري؟ مساء الخير، من بالغ سروري أن أتحدث معكم. وبخصوص مباراة الغد، ستكون مباراة مختلفة عن توقعاتنا. نحن نتوقع مصر تستحوذ على المباراة وتسيطر على المباراة، ولكن والعديد من السيناريوهات الخاصة بصعود مصر للدور المقبل، ولأن مصر ستكون من المرشحين الأوائل لهذه البطولة. حتى مع التألق الكبير لمنتخب كاب فيردي في أول مبارتين، هل تتوقع أن كاب فيردي في مباراة الغد يلعب بتشكيلة مش أساسية، ما يكونش عنده نفس الحماس والروح اللي لعب بيهم المبارتين الأولى والثانية بعد ضمان الصعود للدور القادم في المركز الأول؟ حتى الآن هو أفضل فريق، 6 نقاط، فبالتالي نعم يمكنك أن تقول أي شيء عن كاب فيردي قبل المباراة. فبالتالي مصر وغانا هما كان المفضلتان للتأهل، ولكن على أرضية الملعب كاب فيردي استحق أن يكون في مقدمة المجموعة، وربما مباراة الغد تكون أو تغير بعض الأمور بالنسبة للمجموعة، وربما كاب فيردي يغير بعض الأشياء في تشكيلاته وبعض اللاعبين، لأن لديهم لاعبين ذوي خبرة يحتاجون بعضا من الراحة. طيب، في اتجاه آخر، كان لك تجربة عظيمة جدا مع نادي الزمالك مع المدير الفني السابق جوزفالدو فيريرا. أنباء كثيرة كانت في مصر خلال الأيام الماضية إنه نادي الزمالك يتحدث معك لتدريب الفريق الفترة القادمة، هل تحدث معك أحد بالفعل؟ لا، حتى الآن أنا قضيت وقتا عظيما مع الزمالك، حصلنا على الدوري وكنا سعداء هناك، ولكن لنرى ماذا سيحدث في المستقبل، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي. هل وصلك عرض رسمي من أو عرض حتى شفهي من نادي مصري آخر غير نادي الزمالك؟ حتى الآن بعض الرفاق تحدثوا معي عن ربما من المحتمل مثل هذه الأمور أن آتي إلى مصر، ولكن حتى الآن لم أتلقى أي عرض رسمي، ولكن فقط من خلال بعض المعارف وبعض الوكلاء عن طريق بعض الأندية للتفاوض معي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة قبل مواجهة منتخب مصر ومنتخب كاب فيردي. روي جواش المدير الفني السابق لمنتخب كاب فيردي والمساعد لجوزفالدو فيريرا في الجهاز الفني الأسبق لنادي الزمالك.